من هناك جابر جمال، أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. جابر، حدثنا عن آخر مستجدات جلسة مجلس النواب يعني لهذا اليوم، وما هي القوانين التي تمت مناقشتها حتى اللحظة؟ تفضل. أهلا حسن، بداية افتتحت الجلسة ب 175 نائب، وسرعان ما افتتحت أعاد مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53، وذلك بطلب من الحكومة العراقية. وأيضا مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، ربما لبعض التعديلات التي ستطرأ على جوهر القانون أو لإضافة بعض الفقرات. أيضا مجلس النواب أجل التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت وأيضا الجامعات العراقية الأخرى. وأيضا أنهى المجلس تقرير ومناقشة قانون المساعدة القانونية، وهذا عليه اعتراض لدى الكثير من النواب لأسباب تتعلق بموضوع يعني كما تحدث النواب بأنها ستساهم بموضوع التفكك الأسري وأمور اجتماعية أخرى سوف تلحق ضررا بعد إقرار هذا القانون على المستوى المجتمعي. وأيضا أنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد إعداد مفوضي الشرطة، وكذلك أنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة، وبعد ذلك رفع المجلس جلسته إلى إشعار آخر. الموازنة أيضا على ذات السياق، هنالك أحاديث كثيرة عليها حول المدة التي سوف تقر فيها الموازنة، وعلى الأقل يصل تقرير اللجنة المالية التي تعقد الاجتماعات الدائمة والقائمة في دار الضيافة إلى مجلس النواب. هذا التقرير يوضح أن اللجنة أنهت كافة المتعلقات الخاصة بالموازنة وتمت مناقشة الفقرات والبنود المراد تعديلها، لكن حتى الآن اللجنة لم تنهي تلك الاجتماعات والخلافات لا زالت قائمة. أتحدث عن خلافات ومشاكل فنية وإدارية تتعلق بموضوع التخصيصات المالية للمحافظات، واليوم كان هنالك اجتماع للمحافظات، نواب الوسط والجنوب يطالبون بتخصيصات تضاهي التخصيصات التي تواجدت في الموازنة للمحافظات المحررة وكذلك للمحافظات الشمالية، وأتحدث عن محافظات كردستان. هذا هو الشغل الشاغل لدى الكثير من النواب، وأيضا موضوعات أخرى، موضوعات فنية، موضوعات قانونية. أيضا نحن الآن حسن، رغم التأكيدات التي تتحدث بها بعض الكتل السياسية عن قرب تمرير الموازنة، لكن هنالك فقرات كثيرة الآن أمام اللجنة المالية بعد المحافظات. هنالك مشكلة، وهي في كل عام تظهر، وهي مشكلة موازنة الإقليم وحصة الإقليم وكيفية الاتفاق النهائي لإعطاء موازنة إقليم كردستان التخصيصات المالية. حتى الآن لم تصل اللجنة إلى فقرة الإقليم، وربما بعد أن تصل أو ما أن تصل سوف تظهر الخلافات السياسية. تعلم لدى بغداد وتحديدا لدى الكتل السياسية رأي دائما بموضوع إقليم كردستان والتخصيصات المالية، وأيضا يطالب نواب الإقليم بسقف عالي من التخصيصات المالية، وبالتالي هنا سوف تحدث المعرقلات والمشاكل التي أيضا ستضيف المزيد من التأخير بحسب ما أكده نواب لنا. نعم الزميل جابر جمال كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.